نشرة الأخبار. تمام، والسابعة صباحا في تونس، التاسعة صباحا في القدس الشريف. مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري المفصل، نستهله بالعناوين. رئيس الجمهورية يوصي بتوفير أحسن الظروف للعودة المدرسية، ويؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة النواب. المصادقة على قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، والمحكمة الإدارية تؤكد أن هيئة الانتخابات مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها. في شؤون الشرق الأوسط، واشنطن تقول إنها قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. تحية متجددة لكم مستمعينا مشاهدينا الكرام. مثلت الاستعدادات للعودة المدرسية محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بوزير التربية نور الدين النوري، حيث أسدى تعليماته بمضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لإنجاحها في كافة المستويات، سواء تعلق الأمر بقاعات التدريس وتجهيزاتها أو تأمين محيط المؤسسات التعليمية، وخاصة العمل على الضغط على تكاليف المستلزمات المدرسية. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة النواب بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس لكل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جبلة على ضرورة تبسيط الإجراءات لبعث هذا الصنف من الشركات في كافة القطاعات. وأشار إلى أن عددا غير قليل من الشباب الذي قدم مشاريع لإنشاء شركات أهلية وضعت أمامه بصفة متعمدة العديد من العقبات، وهو أمر لا يمكن أن يتواصل. مثل الوضع المائي والأعلاف والبذور أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ وكتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب. وأكد رئيس الدولة أن الوضع الذي عاشته تونس في مجال المياه هو وضع غير طبيعي، وهو نتيجة لعدم التعهد لمدة سنوات طويلة بشبكات التوزيع وبالسدود، إلى جانب أعمال إجرامية غايتها تأجيج الأوضاع الاجتماعية. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل على أن يحقق ديوان الأعلاف الأهداف التي أحدث من أجلها، وفي مقدمتها وضع حد للاحتكار، إلى جانب الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من الارتفاع غير المقبول للأسعار، مؤكدا من جهة أخرى ضرورة الحفاظ على البذور المحلية المتلائمة مع طبيعتنا. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية أمس القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وتضم القائمة العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد. ورفضت هيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنادي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم. وأكد بوعسكر أنه تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة طبق القانون في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به. بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت 2024 في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، وحيث تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، ورغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة
الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية. وبعد الاطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من طرف الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيل على المزكين، وعلى القضايا الجزائية المنشورة حالياً في مختلف محاكم الجمهورية في شأن تدليس التزكيات وتوزيع الأموال تبعاً لشكايات مرفوعة من مواطنين، والتي بلغ عددها إلى حد الآن حوالي 400 قضية جزائية، فضلاً على ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين، وتبعاً لعدم ثبوت تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص على ذلك الدستور والقانون. وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جوليا 2024 والمتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية، وبعد التداول قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تضم كل من المترشحين المقبولين نهائيا: أولا السيد العياشي بن عبد الحميد زمال، ثانيا السيد زهير بن محمد صالح المغزاوي، ثالثا السيد قيس بن المنصف صعيد. وأضاف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة ووعيا بدورها الوطني والتاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم، أو من كان حاملا لجنسية أجنبية أو كان غير متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور. وسنسعى بكل ما أتينا من إرادة وعزيمة على أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي دون تلاعب أو تحيل أو تضليل. هذا وأعلنت المحكمة الإدارية مساء أمس أنها تولت بتاريخ أمس تبليغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسخ الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها باستبعاد 3 مترشحين من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية. وذكرت المحكمة بأنها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 من أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، الذي ينص على أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه. وأشارت إلى أن الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية ينص على أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024. وفي تصريح لقسم الأخبار قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة لمباركي إن هيئة الانتخابات قامت بانتهاك جسيم للقانون وللقرارات والمبادئ الدستورية لعدم تطبيقها لأحكام أو لأحكام باتة صادرة عن المحكمات الإدارية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا متجاوزة بذلك أحكام المحكمة الإدارية، وهذا خرق خطير وجسيم للقانون ولل
القواعد الدستورية. ثم مغالطات في تصريح السيد رئيس الهيئة اللي قال أنه لم يتوصل بالأحكام. أول حاجة أنه القانون معناتها ما يفرضش على المحكمة أنها تعطي الأحكام في ظرف 48 ساعة، نجم فقط بشهادة في منطوق الأحكام الصادرة عنه، وهذا اللي صار يعني حسب كذلك تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية السيد فيصل بوغرة، اللي صار أمر خطير جدا. ونطالب رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل بوصفه حامل الدستور. إذا كان نحن تجاوزنا دور القضاء الإداري في البدء في المنازعات الانتخابية، فما الفائدة من المرة الجاية باش تبدل المحكمة في نتائج الانتخابات القادمة؟ في المقابل أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ إلى أنها توصلت بالأحكام الثلاث الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الإلكتروني في حدود الساعة 9 من مساء أمس، وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة في وقت سابق صباحا ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية. وأضافت أن الإعلام بنسخ الأحكام تم بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الأول، و4 أيام من صدور الحكم الثاني، و3 أيام من صدور الحكم الثالث والأخير، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي الذي يجب على المحكمة إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. أكدت الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سوندا سنويري الاحتفاظ بالمترشح العياشي زمال وأحد أعضاء حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية. وجرى أمس إيقاف العياشي زمال من أجل شبهة افتعال تزكيات، وفق ما أفاد به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء المحامي فوزي جبلة. غادر رئيس الحكومة كمال المدوري أمس تونس في اتجاه العاصمة الصينية بكين للمشاركة في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي فوكاك 2024 الذي سينعقد من 4 وحتى 6 من سبتمبر الحالي، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستتناول هذه القمة بالدرس قضايا الحوكمة والإدارة والتصنيع والتحديث الزراعي والسلام والأمن والبناء عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. إلى آخر تطورات الحرب الصهيونية الغادرة على قطاع غزة، حيث تتواصل الاحتجاجات في مدن إسرائيلية تزامنا مع أضراب عام وسط تحركات هدفها الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لتسريع في إبرام صفقة تبادل تعيد من بقي حيا من الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة. في المقابل حملت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نتنياهو مسؤولية مقتل الأسرى 6 مؤخرا واتهمته بتعطيل صفقة التبادل لمصالح ضيقة. فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن، مضيفا أن واشنطن قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين. وفي الوقت الذي أو في الوقت ذاته تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع والتي راح ضحيتها 26 شهيدا بينهم أطفال خلال 24 ساعة الأخيرة، وسط أزمة إنسانية حادة بسبب نقص الغذاء والماء والأدوية مع ارتفاع درجات الحرارة. أما في الضفة الغربية فتستمر العملية العسكرية الصهيونية، حيث فجر جيش الاحتلال عدة منازل وسط مخيم جنين، وجرت اشتباكات بينه وبين المقاومين الفلسطينيين في طول كرم، كما قطع الاحتلال التيار الكهربائي عن مناطق عدة داخل مخيم طول كرم وقام بعدد من الاعتقالات. نهاية النشرة مستمعينا مشاهدينا الكرام، قدمها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية مكرم الهداجي، إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها.
رئيس الجمهورية يوصي بتوفير أحسن الظروف للعودة المدرسية ويؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة النواب. المصادقة على قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، والمحكمة الإدارية تؤكد أن هيئة الانتخابات مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها. وفي شؤون الشرق الأوسط، واشنطن تقول إنها قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجات إذاعة الجمهورية التونسية مع نبيل عبيد حتى 9 صباحا. شكرا لكم متابعينا أينما كنتم على طيب الاهتمام والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.